الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجور وأن يبارك لكم في جميع الأمور، ما أسأله جل وعلا أن يكون معكم معينا على الخير هاديا إلى الحق. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، نتدارس فيه شيئا من الأحاديث التي أوردها الإمام في كتاب الجنائز. فليتفضل القارئ مشكورا، بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل عن القبر يشهد. وفي رواية: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الحديث فيه من الفوائد إثبات الحياة البرزخية التي يعيشها الناس في قبورهم. وفي الحديث أن الإنسان يسأل في قبره، وقد ورد في النصوص أن العبد يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وفي الحديث أن أصل دين الإسلام هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنها هي الواجب على العبد. فأول واجب على الإنسان أن يشهد بهاتين الشهادتين. وفي الحديث: فضل الله على أهل الإيمان بتثبيتهم على القول الثابت. والمراد بالقول الثابت شهادة التوحيد لا إله إلا الله، مما يدل على عظم مكانتها ووجوب أن يتعلم الإنسان معنى هذه الشهادة لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال ناس من أصحابه له: يا رسول الله، تدعو ناسا أمواتا؟ فقال: إنهم الآن يسمعون ما أقول، ما أنتم بأسمع لما قلت منهم، ولكن لا يجيبون. فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم هو الحق. وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، حتى قرأت الآية، يقول: حين تبوأوا مقاعدهم من النار. في هذا الحديث من الفوائد ذكر ما يتعلق بغزوة بدر، فإن أهل القليب يراد بهم من ماتوا في قليب بدر من مثل أبي جهل وأمية بن خلف وجماعة من مات هناك. وفي الحديث إثبات سماع أهل القبور لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع الاختلاف هل أهل القبور من الموتى المقبورين يسمعون أو لا، فانقسم الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: منهم من أثبت لهم السماع مطلقا، ومنهم من نفاه مطلقا، والصواب أنهم لا يسمعون إلا ما ورد في النص من إثبات السماع لهم، من مثل هذا الحديث:
حينما قال صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن يسمعون ما أقول. وقال: ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. وجاء في الحديث الآخر: إذا تولى عن الميت أهله فإنه يسمع قرع نعالهم. وفي الحديث سؤال الإنسان عما يشكل عليه وعما يعارض ما كان مستقراً في نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى في أهل القليب: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قال بعض أصحابه: تدعو ناساً أمواتاً. فلم ينكر عليهم كونهم تكلموا معه وسألوه عن ذلك. وفي الحديث أن مذهب عائشة رضي الله عنها مع من ينكر السماع مطلقا، ولذا أولت هذا الخبر لظنها وجود المعارضة بين هذا الحديث وبين ما تواتر في الآيات القرآنية. ومن القواعد المقررة عند العلماء أنه إذا وقع تعارض بين النصوص في ذهن المجتهد فإنه أولاً يحاول الجمع بين النصوص، ومن طرائق الجمع تخصيص العام، فقوله إنك لا تسمع الموتى هذا من الخطاب العام، حديث الباب حديث خاص، فيقال بأن عموم الآية مخصوص بهذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. قوله وقد وجبت الشمس أي سقطت للغروب، كما في قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. وفي الحديث من الفوائد إثبات عذاب القبر وبيان أن مخالف هذه الملة يعذبون في قبورهم. وفي الحديث التنبه لما يأتي الإنسان من الأصوات لمعرفة حقيقة ذلك الصوت. أحسن الله إليكم. قال عن أم خالد ابنة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. في الحديث إثبات عذاب القبر، وفيه أيضا مشروعية التعوذ من هذا العذاب. في الحديث سماع دعاء الإنسان مما يدل على جواز رفع الصوت بالدعاء. فإن قال قائل: إننا نفتح القبور فلا نجد فيها عذابا، قد يقول قائل بأننا القبرين قد يكون لشخصين مختلفين، أحدهما مؤمن موحد والآخر لضده، فكيف يقال بأن العذاب يكون لأحدهما دون الآخر؟ والجواب في هذا أن المؤمن يثبت ما يقرره الله عز وجل في كتابه وما يثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من أنواع العذاب ما لا نتمكن بحسنا من مشاهدته أو سماعه. ونحن نجد أن بعض الناس يعذب بالهموم التي تكون في قلبه ولا ينعم بحياة ولا يلتذ لطعام بسبب هذه الهموم، فكيف يبعد أن يعذب الإنسان في قبره بما لا نطلع على حقيقته؟ ثم إننا نجد أن الشخصين يكونان متجاورين، أحدهما سعيد مغتبط والآخر كئيب بائس، وكلاهما قريب من الآخر، أحدهما منعم والآخر معذب. بل قد ينام اثنان رجل وزوجته في فراش واحد
أحدهما يرى في منامه ما يسر به ويسعد، والآخر يرى من الكوابيس ما تكون سبباً لكونه يتألم مما يراه في منامه. ومن هنا فشأن المؤمن أن يسلم وأن يصدق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصية المؤمن ألا يتقدم على ما جاء عن الله وعن رسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقدم رأيا ولا اجتهادا ولا عملا تعارض به ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر لتلك الوقائع التي قيل بأنها تخالف المعقول، كانت سبباً لوقوع الشك والريب في قلوب بعضهم. ومن أمثلة هذا في حادثة الإسراء والمعراج، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسرائه ومعراجه صدقه المؤمنون وبادروا إلى تصديق ما جاء به، ومن هنا سمي الصديق صديقا رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. في هذا الحديث إثبات عذاب القبر ومشروعية التعوذ منه ومشروعية رفع الصوت بذلك، وقد ورد أن هذا الدعاء يكون قبل سلام الإنسان في صلاته. وفي الحديث مشروعية الاستعاذة من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، والفتنة قد تطلق على الاختبار، ومن ذلك اختبار الإنسان في محياه حينما يعرض عليه شأن الفتن وشأن المضلات. وأما فتنة الممات فما يكون عند إدخال الإنسان في قبره وسؤاله، حينما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. في الحديث إثبات خروج المسيح الدجال وأن كثيرا من الناس يفتنون به. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله. في الحديث إثبات أن الجنة موجودة الآن، خلافا لقول بعض المبتدعة بأنها إنما تخلق يوم القيامة. وفي الحديث إثبات أن الله جل وعلا قد هيأ مقعدين للإنسان، أحدهما في الجنة والآخر في النار. وقال طائفة بأنه إنما يهيأ لأهل الجنة مقعد واحد في الجنة، وأهل النار يهيأ لهم مقعد واحد في النار. وفي الحديث إثبات نعيم أهل القبر وعذابهم، حيث يفتح الله عز وجل عليهم بينهم وبين الجنة والنار. وفي الحديث تبشير المؤمن بالمقام المحمود بالمقام الحسن بين يدي الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال عن البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم أبينا إبراهيم عليه السلام، فيه مشروعية التسمية بأسماء الآباء. وفي الحديث أن المصائب لا يخلو منها أحد من الخلق في الدنيا، ولذلك لم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصائب، ومن ذلك كون أبنائه وبناته قد ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها. وفي الحديث مشروعية التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام. وفي الحديث بيان أن أطفال أهل الإيمان يكونون من أهل الجنة. وفي الحديث تكفر الله عز وجل بحوائج أهل الإيمان وأهل الجنة، ومن ذلك رضاعة إبراهيم. وظاهر الحديث أن إبراهيم يدخل على سنه الذي مات فيه في الدنيا، ولذا جعل الله له مرضعا. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. أولاد المشركين ماتوا قبل التكليف، ومن هنا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، هل يكونوا تابعين لآبائهم أو ماذا يكون في شأنهم؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب يقتضي تورع الإنسان عن الجواب الذي لا يعلمه، فلذا قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي الحديث إثبات عدل الله جل وعلا. وفي بعض الأحاديث ورد أنهم يختبرون يوم القيامة، فمن نجا في ذلك الاختبار كان من أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل أتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها. قال: فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. في الحديث مشروعية بر الإنسان بوالدته سواء كانت حية أو ميتة. في الحديث أن من أنواع البر أن يتصدق الإنسان عمن يريد أن يبرهم ليحصلوا على الأجر والثواب. وظاهر حديث الباب أن الصدقة من مال هذا الابن وليس من مال الأم، لأن مالها سبيله سبيل الميراث. وفي الحديث تنفيذ ما نوى الميت أن يفعله احتسابا للأجر ورغبة في الثواب. في الحديث أن ثواب الصدقة يصل إلى الأموات بالنية، وقد ورد ذلك في بعض الأعمال كالحج والعمرة. وقد اختلف أهل العلم في الثواب، هل يصل إلى الأموات مطلقا أو أنه لا يصل، إلا ما ورد في الدليل إثباته. فقال الشافعية والحنابلة: كل قربة أهديت لميت فإن ثوابها يصل إليه. واستدلوا بمثل حديث الباب. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يصل من الثواب إلى الأموات إلا ما ورد دليل بوصول الثواب فيه، ولعل هذا القول أرجح، لأنه
لا يصح لنا أن نقرر مشروعية فعل إلا بناء على دليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ثم فإن الأظهر اقتصار القول بوصول الثواب إلى الميت على ما ورد فيه دليل من الشارع. أحسن الله إليكم. قال عن هشام بن عروة عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكى به أبدا، فإني أكره أن أزكى. وأرسل عمر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها: أذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله، لا أوثرهم بأحد أبدا. وحدث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأنبياء إذا ماتوا دفنوا حيث ماتوا. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي منه استأذن أزواجه في أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها، فجاءه الموت وهو في بيت عائشة. قد جاءت النصوص بإثبات أن الموت يأتي عليه، كما في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكانت حجرة عائشة خارج المسجد، ووسع المسجد في عهد عمر وعهد عثمان ولم تدخل الحجرة في المسجد، فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك وأراد أن يوسع المسجد أدخل ما حول الحجرة في المسجد. ولذا قال العلماء بأن داخل المسجد بقي على ما كان عليه من كونه خارج المسجد، مع كون ما أحاط بالغرفة من أجزاء المسجد. ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، كانت عائشة تدخل في البيت، فلما مات أبو بكر دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تريد أن تدفن معهم في بيتها. فلما جاء عهد عمر استأذن عمر من عائشة بعد أن أصابه أبو لؤلؤ المجوسي في أن يدفن مع صاحبيه، فرضيت بذلك. وكانت قبل إذا استأذنها أحد قالت: لا أوثر بحظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس، فلما استأذنها عمر أذنت له. فعمر خشي من أن تكون موافقة عائشة مجاملة له في حياته، فقال لابنه عبد الله بن عمر: إذا مت وحملتموني فاستأذنوا من عائشة مرة أخرى أن أدفن في بيتها، فاستأذنوا فأذنت. هذا الحديث قال: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك.
كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قد بنيت من اللبن والطين، ولذا لم يكن الجدار قويا. فلما أراد الوليد أن يوسع المسجد سقط عليهم الجدار، وذلك أنه أدخل ما حول الغرفة في المسجد، وإن كان لم يدخل ذات الغرفة فيه. وحينئذ أعادوا بناء هذا الجدار. ثم بعد ذلك في عهد السلطان محمود زنكي غفر الله له، رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى اثنين يريدان أن يتهجم عليه، فرأى الرؤيا 3 ليال، فقدم إلى المدينة وطلب أن يرى جميع من في المدينة، فوجد الرجلين وتحقق منهما فإذا بهما من اليهود، وكان يحفران من بيت استأجراه ليصل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريدان أن يأخذاه. فبنى السلطان محمود جدارا على الحجرة وجعله 3 جدران، بحيث من يصلي خلف الحجرة لا تكون الحجرة أمامه، وأصبح هذا الجدار مثلث الشكل. ثم بعد ذلك بعصور وضع سياج على شكل مربع خلف هذا الجدار، والجدار الذي بناه السلطان ليس فيه نوافذ ولا أبواب، وقد حفره في الأرض ووضعه من الرصاص لئلا يحاول أحد الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، كانت عائشة خالته، لما سقط عليهم الحائط يعني جدار حجرة عائشة الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا في بنيانه، وعند البناء يحتاجون إلى ترتيب أساساته، فبدت لهم قدم فخافوا وفزعوا، خشوا أن تكون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا عنها وتبين لهم أنها ليست قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان بين دفن عمر وبين هذه الحادثة قرابة 50 أو 60 سنة، فإن عمر توفي سنة 23، وولاية الوليد بن عبد الملك كانت سنة 90 إلى سنة 96، وبالتالي فهناك 70 سنة بين موت عمر وبين عهد الوليد بن عبد الملك. ووجدوا القدم لم تتأثر ولم تتغير، فلذا ظن بعضهم أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أجساد الأنبياء قد حرمت على الأرض فهي لا تريم. قال: فما وجدوا أحدا يعلم ذلك، حتى قال لهم عروة وابن الزبير: لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وكانت عائشة قد أوصت عبد الله بن الزبير ابن أخيها وهو من الصحابة أن تدفن متى ماتت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولكن لما استأذنها عمر رأت أن تنتقل هناك إلى مقبرة البقيع، فقالت لابن الزبير: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع، تقصد زوجات النبي
صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ذكر ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وأرسل عمر إلى عائشة رضي الله عنهم جميعا: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فأذنت عائشة أن يدفن معهم. وقوله قال سفيان التمار وهو من التابعين: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أي على هيئة سنام البعير، مرتفع قليلا. ومن المعلوم أن الشرع نهى عن البنيان على القبور وعن رفعها، وقد جاء في حديث أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، كما أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهم، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غدا أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، وجاء رجل شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. قال: وددت يا ابن أخي أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: رد علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر
ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فاده من أموالهم، وإلا فسل من بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني فادفنوني، فإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: إني ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلف بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمع عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن رضي الله عنهم، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فهنهم رداء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ذمة نبيكم ورزق عياركم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلف من العمل إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من مدفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. فقال الزبير رضي الله عنه: قد جعلت أمري إلى علي رضي الله عنه. فقال طلحة رضي الله عنه: قد جعلت أمري إلى عثمان رضي الله عنه. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. هذا حديث عظيم فيه ما يتعلق بشأن الصحابة بعد حال موت عمر رضي الله عنه، كيف استخلفوا عثمان
رضي الله عنه قصة البيعة والاتفاق على عثمان، ذكر مقتل عمر وبيان فضل أهل الإسلام، وفيه فوائد عظيمة. يقول عمرو بن ميمون: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام، وذلك أنه أصيب في آخر يوم من ذي الحجة عام 23، ودفن في أول يوم من عام 24 للهجرة. قال: ووقف عمر على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما؟ يعني فيما أوكل إليكما من الأعمال، أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ فقال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل، يعني من جهة ما يخرج من الأرض من الزروع والثمار وما يؤتى به ويقسم على أهل الإسلام. فقال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني فرضتم على الناس فرائض زائدة عن قدرتهم وطاقتهم. ثم قال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي، أي سأوجد نظاما يتولى المحتاجين من الأرامل ونحوهن، بحيث لا يحتجن إلى سؤال الناس. قال: فما أتت عليه رابعة، أي الليلة الرابعة بعد هذا الكلام، حتى أصيب، وكان هذا الكلام بعد عودته من حج سنة 23. يقول عمرو بن ميمون: إني لقائم، يعني أصلي خلف عمر صلاة الفجر، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداً أصيب، يعني في فجر ذلك اليوم الذي طعن عمر فيه. وكان عمر يسوي الصفوف، في هذا مشروعية تسوية الصفوف للصلاة، وكان يقول استووا، وفيه مشروعية يقول الإمام هذا اللفظ، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم للإمام فكبر. في هذا أن الإمام يتقدم المأمومين، وبدء الصلاة بالتكبير. وربما قرأ سورة يوسف، ويوسف قرابة 5 أثمان، أو النحل، والنحل قرابة 6 أثمان، جزء إلا يسير أو نحو ذلك في الركعة الأولى. وفي هذا مشروعية إطالة القراءة في صلاة الفجر، وقد قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الحديث بذل الأسباب التي تؤدي إلى اجتماع الناس خصوصا لأداء الفرائض الشرعية من مثل الصلوات الخمس. قال: فما هو إلا أن كبر، فسمعته، يعني سمع عمر يقول: قتلني الكلب أو أكلني الكلب، وذلك أنه طعنه حين طعنه المجوسي فطار العلج، وهذا اسم يطلق على غير أهل الملة من غير العرب، بسكين ذات طرفين قد صنعها من أجل أن يقتل بها عمر، ثم لما ضرب بها عمر كان يقوم بتوجيهها يمينا وشمالا، فلا تأتي لأحد إلا طعنته، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. وأخذ من هذا جواز الاحتراز في مواطن وجود الأئمة ووجود أهل الفضل من هؤلاء الغادرين. وقال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين
طرح عليه برنسا، والبرنس ثوب يلبس يغطي جميع البدن بما في ذلك الرأس، مما يدل على جواز لبس البرانس. قال: فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وفي الحديث استخلاف الإمام لأحد المأمومين إذا عرض له ما يمنعه من أداء وإكمال صلاته، فقد استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف. وظاهر هذا كان في حدث أصابه في أثناء الصلاة، وأما إذا تذكر الحدث في أثناء الصلاة فالجمهور يقولون يستخلف كما يستخلف من أحدث في أثنائها، والحنابلة يقولون يستأنف، بمعنى أنهم يبدأون الصلاة من جديد لأنه تبين له بطلان أول صلاته، ومذهب الجمهور أقوى قياسا ونظرا. فقدم عمر عبد الرحمن بن عوف، وفيه بداءة الصلاة من إنسان وإكمالها من آخر. قال: فمن يلي عمر، يعني من كان قريبا من الإمام، رأى الذي أرى من الواقعة ومن هذا الطعن. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون ما الأمر ولم يسمعوا به، غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله، ظنوا أنه توقف عن القراءة فأرادوا أن يذكروه ليقرأ. قال: فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، وفيه جواز صلاة الفجر خفيفة. قال: فلما انصرفوا قال عمر: يا ابن عباس، انظر من قتلني، أي من أصابني. فذهب ابن عباس وسأل وعلم أنه المجوسي، ثم جاء فقال غلام المغيرة بن شعبة، وقد كان أبو لؤلؤة مملوكا له، فقال الصنع، يعني من اشتهر بأنه يتمكن من الصناعة، وكان عمر قد قابله قبل أيام، فكان أبو لؤلؤة قد فرض عليه المغيرة فريضة يقوم بتسديدها كل يوم، فطلب أبو لؤلؤة من عمر أن يكلم المغيرة من أجل أن يخفف عنه المبلغ المفروض عليه. فقال عمر: ألم أحدث بأنك تتمكن من صنع آلة فيها كذا وكذا، وذكر شيئا من صفاتها؟ فقال: العلج، والله لأصنعن لك آلة يتحدث بها من بالمشرق ومن بالمغرب. فلما فارق قال: هم بي العلج، وكان محتاجا لأن يتخذ إجراءات لحمايته منه، ولكن أمر الله سابق. فحدث عمر المغيرة وكلمه ليخفف من خراج هذا المملوك، ولذا قال عمر: قاتله لقد أمرت به معروفا. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يدي رجل يدعي الإسلام، لأنه خشي من الفرقة وخشي من أن يقتل الناس بعضهم بعضا طلبا للثأر. وقال عمر لابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة، يعني ترغبون في أن تأتوا بمماليك يخدمونكم، وكان العباس أكثرهم رقيقا مماليك. فقال ابن عباس: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا هؤلاء، لأنهم كانوا أسرى فقدموا بهم على أنهم أسرى فاسترقوهم. فقال عمر: كذبت، يعني لن تتمكن من أن تحقق هذا الأمر.
بعدما تكلموا بلسانكم وأصبحوا يتكلمون العربية ودخلوا في هذا الدين وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، حينئذ احتمل عمر إلى بيته قال: فانطلقنا معه فأصيب الناس مصيبة عظيمة لإصابة إمامهم كأنهم لم يصابوا بمصيبة قبل ذلك اليوم. وحينئذ اختلفت تقديرات الناس، فمنهم من يقول سيسلم ويعافيه الله، ومنهم من يقول أخاف أن يموت في هذه الوقعة. فأتي بعصير قد تغير يسيرا فشربه، والماء الذي فيه فاكهة على نوعين: الأول أن يكون هناك ماء فيطرح فيه شيء من الفاكهة لتغير طعمه، فهذا يقال له نبيذ، لأنه ينبذ أي يطرح فيه هذه الفواكه. والأصل أنه في أول أيامه غير متأثر ولا متغير ولا يؤثر على العقل، فيجوز تناوله، بينما ما يعصر فيوضع الماء عليه يقال له العصير. فأتي له به فشربه فخرج من جوفه، يعني من الجراحات التي أصيب بها، وحينئذ غلب على ظنهم موته. وفي هذا المقام جاءه رجل ودخل عليه رجل شاب من الأنصار وأصبح يبشره بالخير، وفي هذا تبشير المحتضر في سياق الموت، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لك من القدم، يعني من الفضيلة والعمل الصالح وأداء أعمال تعين على نشر دين الإسلام ما قد علمت، فإن الله قد فتح في عهد عمر بلاد الإمبراطوريتين العظيمتين فارس وقيصر، وفتحت بلاد أخرى كبلاد المقوقس وغيرها، ثم وليت أي استعملت في الخلافة واستخلفت فعدلت بين الناس وأعطيت كل ذي حق حقه، ثم الشهادة، يعني ساق الله لك الشهادة فأصبحت شهيدا، قتلت في هذا الموطن وجمع الله لك الفضائل. فقال عمر رضي الله عنه: وددت يا ابن أخي أن ذلك كفاف، يعني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. فلما أدبر ذلك الشاب إذا إزاره وهو الثياب التي يغطى بها أسفل الأرض يمس الأرض، يعني أن يغطى بها أسفل البدن، فإذا بالإزار يمس الأرض قد أسبل، فقال: ردوا علي الغلام، فأنكر عليه الإسبال وقال له: ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ثم بعد ذلك طلب منهم أن ينظروا ما عليه من الدين، فحسبوه فوجدوه 86، فقال له: سدد هذا الدين من مال آل عمر، فإن لم تستطع فمن مال آل عدي، وكان منتسبا لآل عدي، فإن لم تستطع ففي أموال قريش ولا تعدهم. ثم بعد ذلك أمره أن يستأذن من عائشة أن يدفن في بيتها، فجاءه ابن عمر فأخبره بأن عائشة أذنت، وطلبه أن يستأذن منه مرة أخرى بعد وفاته، وكان مهتما أن يكون مع صاحبيه في ذلك المضجع. ثم دخلت عليه عائشة رضي الله عنها فبكت، وقدم وفد لزيارة عمر فدخلت في البيت وولجت داخلا، فسمع بكاؤها من
داخل، ثم بعد ذلك تكلم في شأن من يلي الخلافة بعده، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن ذلك في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الخير والهدى، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يدر عليهم في أرزاقهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.